الموسيقى هي لغة التعبير العالمية، يتأثر بها الإنسان، الحيوان والنبات على حد سواء. إليكم معلومات ربما لا تعرفونها عن الموسيقى. مخترع الجيتار ليو فاندر لم يكن يعرف العزف عليه. أطول عنوان أغنية كتبها الأمريكي واغي كارمايكل سنة 1943 وتحمل عنوان توجد دار أوبرا في الحدود الأمريكية الكندية، بحيث يتواجد الجمهور في بلد وساحة العرض في بلد آخر. النشيد الوطني الياباني هو أقصر نشيد في العالم بأربعة أسطر فقط، وهو نوع شعري ياباني قديم يسمى واكا. النشيد الوطني اليوناني هو أطول نشيد في العالم ب 158 بيت شعري. الهارمونيكا هي أكثر الآلات الموسيقية مبيعا في العالم. المغني الأمريكي الشهير إلفيس بريسلي في الحقيقة هو أشقر وليس أسود الشعر، داوم على صبغ شعره كل أسبوعين منذ سن 21 سنة. مارشال ماترز الشهير بإمينيم كتب أغنيته الشهيرة دريال سليم شايدي خلال 3 ساعات. أغلى آلة موسيقية في العالم هو تشيلو دي بور ستراديفاريوس، صنع سنة 1711 من طرف أنطونيو ستراديفاري، بيع سنة 2008 بمبلغ 20 مليون دولار، وقد تم شراؤه من طرف مؤسسة نيبون ميوزيك. توصل طبيب نمساوي أن الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية لمدة 3 ساعات يوميا يساعد على إنقاص الوزن، كما أنها تنشط الجسم وتزيد من كفاءة العضلات. هل تعلم أن النمل الأبيض يأكل الخشب بسرعة أكبر تصل إلى الضعف عند سماعه موسيقى الهيفي ميتال الصاخبة؟ في الأخير نترككم مع هذه الألحان الموسيقية العذبة.